toutes les planètes. Information claire et nette. متابعي تكنو بلانيت أينما كنتم، مرحبا بكم في هذا الشرح لتطبيق جميل ألا وهو تطبيق سويفت برايل. تطبيق سويفت برايل هو عبارة عن لوحة مفاتيح تمكننا من أننا نكتب بواسطة طريقة برايل ورموز برايل. وهذا التطبيق هذا من تطوير الأخ الفلسطيني محمد البنا، جزاه الله كل خير للعمل اللي قام به. وكذلك تطبيق لحد الآن وصل إصدار دياله 2.0.3، ودابا غادي ندخل التطبيق ونشوفوا كيفية التفعيل دياله، وجعل له واحد المفاتيح دياله هي الافتراضية، كذلك بعض الإعدادات. ندخلوا الآن التطبيق. هذا هو التطبيق سويفت راي. للإشارة فالتطبيق يدعم 4 لغات، اللغة العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية، وأنا اليوم إن شاء الله سأشرح باللغة الفرنسية. أولا نشوفوا كيفية تفعيل لوحة مفاتيح الخاصة بالتطبيق. إذا كان باليو كنلقاو أولا الاسم التطبيق، ومن بعد كيقول لنا يعني أن هاد سويفت برايل ليست لوحة مفاتيح الافتراضية، يعني غير مفعلة. واحد اكتيفي، نمشيو لاكتيفي. دابا غادي نسحبو حتى نلقاو سويفت برايل نونكوشي اونكوشيوا. رمونتي لانك سيزي كلافيي كوشي كازاكو بارامتر بوتون ابويي كوشي بارامتر بارامتر نونكوشي كازاكوشي سويفت برايل. هو هذا سويفت برايل نونكوشي، نضغط عليه دو فوا باش يرجع كوشي. كيعطينا واحد الرسالة كنعملو اوكي. Attention, cette méthode permet de annuler bouton. Cette méthode permet OK bouton. L'onglet saisi. كنرجعو دابا خطوة للوراء. Swift dry. نباليو. Swift dry. دائما من اليسار اليمين. واش نو. Swift dry n'est pas le clavier par défaut. مع ذلك قلنا باقي هاد اللوحة المفاتيح ماشي هي البار ديفو. نزيدو نباليو. واش نو سويف برايل. واحد اكتيفي، اثنان ديفينير بار ديفو. نضغطو على ديفينير بار ديفو. اليرت مود دو سيزي. هنا غادي نحددو كذلك كلافي سويف برايل. مود دو سيزي كلافي سانسونغ كوشي كلافي سويف برايل. سويف براي نونكوشي. نضغط على دو فوا باش ترجع كوشي. سويف براي. نباليو دابا. سويف براي. سويف براي لو كلافي بار ديفو. دابا كيقول لنا سويف براي اي لو كلافي بار ديفو، يعني هو اللي رجع افتراضي. دابا ندخلوا للاعدادات اللي هي بيرسوناليزي. سويف براي لو كلافي. واحد اكتيفي، اثنان ديفيني، نضغط دو فوا. بارامتر سويفت دراي ريفنير ان او دو لا باج. كنباليو دائما من اليسار اليمين. ديسبوزيسيون دي بوين. كندخلو الاول عنصر اللي هو ديسبوزيسيون دي بوين. ديسبوزيسيون دي بوين
Revenir en haut de la page bout. دائما كان باليه. Caution. Le changement des points Braille peut changer les paramètres par défaut et afficher ou masquer d'autres. دائما ملي كندخلوا لاي عنصر في الاعدادات كيعطينا في الاول يعني انك اذا غيرتي الاعدادات ديال شي حاجه يمكن يغير لك شي اعدادات اخرى افتراضيه. حنا دائما نبقاو نباليو وتنتجاوزو هاد الرسائل هادو ونمشيو ما هو اهم. En page de cellule braille, afficher les 6 points braille comme ils sont représentés dans une cellule braille. هادي يعني النمط اللي من خلاله غادي نكتبو. يعني هاد النمط الاول هو ان النقاط غادي تجي عادية كما هي في خلية برايل، واحد جوج ثلاثة على الشمال وأربعة وخمسة وستة على اليمين، هو اللي كيجي افتراضيا مختار، Disposition de cellule braille et sélectionner bouton. يعني هو اللي سيليكسيوني Appuyez. Plus de détails. و بلي دو ديتاي كيعطيك تما مزيد من المعلومات على هاد النمط هذا. Disposition Perkin. Afficher les 6 points braille sur une seule ligne et écrire que la machine Perkin fait. وهذا كذلك واحد النمط، إذا بغينا نختاره يكفي أننا نضغط على الزر اللي يأتي خلفه. Disposition Perkin n'est pas sélectionné bouton. هاد ني با سيليكسيوني كنضغطو دو فوا باش ترجع سيليكسيوني. طبعا إذا بغينا نختارو النمط ويمكننا نعدلو Plus de détails. بلو دو ديتاي، وكيعطينا مزيد من التفاصيل عن النمط، كيشرح لنا النمط. Deux dispositions horizontales. Afficher les 6 points braille en deux lignes horizontalement en bas du clavier. هادي كذلك واحد النمط اخر، كذلك يمكن لكم تختاروه او تعملوا بلو دو ديتاي وتعرفوا على النمط كذلك. Disposition de deux rangées horizontales n'est pas طبعا sélectionné. ني با سيليكسيوني، دابا بغيتي تسيليكسيوني كتضغط هنايا دو فوا. Pour activer. Plus de détails. وهادي بلو دو ديتاي. Réinitialiser tous les paramètres bouton. وهادي غادي نلقاوها في جميع التبويبات ديال الاعدادات، اللي هي كتعمل لك اعاده ضبط الاعدادات افتراضيا كما جاو مع التطبيق. رجعوا خطوه للوراء. Paramètres Swift Braille. كنباليو. Style des points. تعالوا نوصلوا للستيل دو بوان اللي هو العنصر الثاني. نضغطوا دو فوا. 42. Style des points. Revenir en haut de la style des points. Couleur derrière plan du point. هنا كيعطينا اللون ديال النقط ديال برايل. طبعا حنا المكفوفين ما غاديينش نهتموا بهذه القضيه بزاف، بقدر ما يمكن ان ضعيفي البصر هما اللي يهتموا بها. Changer la couleur derrière plan des points braille. نقول لك تبدل لون النقط برايل. Couleur derrière plan du كتضغط point. على كولور داغيير دو بوان وكتبدل، كتختار اللون اللي بغيتي. Couleur d'avant plan du point. هادي اللون ديال الاطار ديال النقط دو برايل. Changer la couleur d'avant plan des points braille. كذلك كتضغط على هاد الزر هذا وكتبدل اللون. Rayon du point. En mode portrait. هادي يعني الشكل اللي غادي يكون موضوع به النقاط في الشاشة في المود ديال بورتري، يعني يزير لهم في الأسفل. Liste déroulante. هي كتجي في سيرة ديال 66. L'article en mode paysage. وهادي ملي كيكون الهاتف أفقي. Liste déroulante. 42. هي جات في بورتري، أو عفوا جات في سيرة ديال 42. Donc paramètres généraux. إعدادات العامة نشوف شنو فيها. Non coché. Changer l'arrière-plan des points lors de l'appui ou du survol case à cocher. هادي يعني اللون ديال النقطة يتبدل ملي نضغطو عليها. Coché. Afficher le numéro des points braille case à cocher. هادي يقوم بالعرض ديال الرقم ديال النقطة دو برايل. Réinitialiser tous les paramètres bouton. وهادي اللي قلت لكم كاينه في جميع التبويبات، اللي هي اعاده ضبط الاعدادات افتراضيا. نرجع خطوه للوراء. Paramètres Swift Braille. Style des points. Langue du clavier. دابا غادي نمشيو لونغ دو كلافيي. English. Langue du clavier.
revenir en haut de la page bout langue du clavier. دائما احنا كنباليو من اليسار لليمين. Caution. Changer active méthode d'entrée de langue du clavier par liste déroulante English. نعطانا لونغ دو كلافي باغ ديفو وموراها الانجليزيه، يعني هذه اللغه الافتراضيه. حنا نرجعوا لهذا الخيار لاحقا حتى نحددوا اللغات اللي بغينا، ومن بعد يمكن نرجعوا نعدلوا شكون اللغه الافتراضيه وشكون اللي فقط غادي نغيروا ليله. Méthode d'entrée active. حنا غادي نختاروا اللغات اللي بغينا يكونوا عندنا. Cocher English case cocher. حنا مثلا نحددوا التحديد الانجليزيه. English non coché. Non coché. العربية. كاسا كوشي. نكوشي والعربية. العربية. كوشي. نون كوشي. اسبانيول كاسا كوشي. اسبانيا هادي. كوشي. فرنسي كاسا كوشي. وهادي الفرنسية مكوشي. دابا عندنا يعني مكوشين العربية وفرنسي. نرجعو من اليمين لليسار باش نرجعو لديك لونغ باغ ديفو. نون كوشي. نون كوشي. ميثود دون ليست دي langue du clavier par défaut. Langue du clavier par défaut. Bali واحد المره من اليسار لليمين. Liste déroulante français. D'autres deux fois. Deux points. كيعطينا هنا يعني اللغات اللي عندنا احنا محددين اللي حددناهم قبل قليل هما اللي كيعطيوهم لنا من وين اختاروا منهم par défaut. Cocher français des non cocher. العربيه. نخليوها مثلا فرونسي. Cocher français. Français, cocher, langue du clavier. طبعا دابا الفرنسيه اللغه الافتراضيه في الكلافي، مي اللي يفتح الكلافي يفتح على الفرنسيه، ولكن يمكننا نغيره يعني للعربيه، لان العربيه اللي عندنا محدده. اذا كانت عندنا محدده الاسبانيه يكون بامكاننا نغيره مثلا للعربيه والاسبانيه وهكذا دواليك. Langue du méthode d'entrée active non cocher, cocher. العرب non cocher. يعني نرجع خطوه لورا، هادشي اللي كاين في لونغ دو كلافي. بارامتر سويفت دراي. ديمونسيون دو كلافي. ديمونسيون لونغ دو كلافي. ديمونسيون دو كلافي. دابا ندخلو لديمونسيون دو كلافي. ديمونسيون دو كلافي. ريفنير ان هو دو لا. دايما كنباليو. ديمونسيون دو كلافي. كوسيون. لا موديفيكاسيون دو hauteur du clavier en mode portrait. يعني هادي الكلافي شحال غادي يشبرن، مي غادي يكون في الوضع الرأسي وزير لهم في الأسفل، هي افتراضيا كتجي 100%. يعني هاد 100% كتعني أن الهاتف، أن عفوا أن الكلافي غادي يشبرن الهاتف كامل، يعني الهاتف كامل غادي يكون هو عبارة عن كلافي كيبان فقط ديك لاباغ دو نوتيفيكاسيون اللي كاين الفوق. وكذلك يمكننا نبدلو هاد القضية هادي على حساب الهاتف ديالنا. إذا كان كبير شوية يستحسن أننا نرجعو 70% أو 50%، إذا كان هاتف صغير فمن الأفضل نخليوها 100% باش كيبقى لنا الكلافي شوية كبير. وهادي كذلك ملي كيكون الهاتف في الوضع الأفقي هي فيها 100%، يمكننا نغيروها. وهذه اللي تكلمنا عليها كتعمل إعادة ضبط الإعدادات افتراضيا. نرجع خطوة لوراء. بارامتر سويفت دراي لونغ دو كلافيي. دائما كنبالي يدار اليمين. ابويي دو دي سون. ندخلو للسون. سون دوري ميركردي. سون ريفنير ان هو دو لا سون. Sont des points. Liste déroulante. Sont d'ori mercredi. هادي يعني كيقول لنا ملي غادي نضغطوا على النقطه ديال البرايل الى صوت غادي يعطينا، هو افتراضي نعمل صوت موسيقي. Sont des points. Liste déroulante. Sont d'ori mercredi. نضغطوا عليها دو فوا liste déroulante. Deux points. Éléments affichés. ونشوفوا شنو كاين. Affiche non coché. هادي بدون صوت. نون كوشي سونتيك. هادي واحد الصوت يمكن لكم تجربوه. كوشي سون دوري ميركردي. هذا هو الصوت الموسيقي. نون كوشي اي
énonciation du numéro du point. هذه قلنا يعني الرقم ديال نقطة برايل، مثلا لو ضغطنا على واحد قلنا واحد، يعني قلنا الرقم نقطة برايل قبل ما نروحوا على الإصبع ديالنا، لأن ملي كنروحوا على الإصبع ديالنا كيقولنا الحرف كامل. نضغطوا على هذا الرقم نقطة برايل دو فوا. Énonciation du numéro du point. Code fond. Revenir en haut de la page bout cocher. Activer l'entrée vocale case à cocher. Liste déroulante. Énonciation du numéro du point. Affichage de l'article. Moteur de synthèse vocale. يعني الموتور دو سانتيز فوكال اللي محدد عنده هو هنايا. ليست ديرولانت سمارت فويس جا اوتوماتيكيا، جا سمارت فويس، يمكننا نغيره. يعني هذا المحرك، هذا المحرك اللي فاش كيحتاج التطبيق، يعني التطبيق واخا ما كيكونش مشغل قارئ الشاشه والهاتف كيكون كيخدم بنقره واحده للتحديد، ولكن مع ذلك فاش كندخلوا للكلافي فالتطبيق كيبقى ينطق لنا بعض الاشياء. هو خصو محرك باش ينتقلو، هو محدد سمارت فويس ويمكن لكم تغيروه. بارامتر جينيرو، هادي بارامتر جينيرو، نزيدو نتصفحو شنو فيها. كوشي اكتيفي لونتري فوكال كاز كوشي، هادي اونتري فوكال هو واحد الزر كيكون في لوحة المفاتيح في الاسفل، يمكننا نضغطو عليه ونبقاو نتكلمو وهو كيكتب، ولكن هذا كيخدم بواسطة ديال الكونيكسيون، ما كيخدمش يعني بلا كونيكسيو بلا ويف. كوشي utiliser TTS pour parler de retour chaque caractère et mon tapé case à cocher. هادي يعني نستعملو المحرك ديال تي تي اس اللي عنده حددناه هو سمارت فويس باش يقول لنا الحروف، من رفعوا الاصبع ديالنا من الشاشه مره يقول لنا الحرف اللي كتبنا، وكذلك من عملوا اسباس يقول لنا الكلمه اللي كتبنا هي كوشي. من الاحسن خليوها كوشي باش يبقى يقول ينطقنا هادشي هذا. Cocher, lancez toujours les voix sauvegardées, langue arabe, case à cocher. هادي باش يقولنا غير الاصوات المسجله غير عربيه، وهادي ينصح من نحددوها ما نحددوهاش، لان الا حددناها غادي يبقى يقولنا غير العربيه، وحنا ما كنستخدموش غير العربيه، كنستخدموا مثلا الفرنسيه ولغات اخرى. Non coché. Lire le texte saisi lorsque le clavier est masqué case à cocher. هادي يعني ينتقلنا النص المكتوب ملي نقومو باخفاء لوحه المفاتيح ديال سويف برايل. Réinitialiser tous les paramètres boutons. وهذه اللي هي الضبط الاعدادات، رجعوا خطوه للوراء. Activer paramètres Swift Braille. Langue du clavier. Dimension du clavier. Son. Paramètres avancés. دخلوا البارامتر افونسي. Appuyez deux fois. Après une demi-seconde. دائما كنباليو من اليسار لليمين. Revenir en haut de la paramètre avancé cocher. Activer les gestes case à cocher. Activer les gestes يعني اكتيفينا الايماءات اللي غادي نمشيو نكتبو. غادي نقول لكم شنو هي الايماءات اللي كاينه في التطبيق. Cocher afficher les barres d'options case à cocher. هادي عرضنا الشريط، شريطي العمليات اللي كيكون في الاعلى وفي الاسفل. طبعا انت ملي غادي نمشيو لوحه المفاتيح باش نكتبو غادي نوريكم شنو هاد شريط العمليات. كوشي فيبراسيون لور دو لابوي سور لي بوين براي كاز كوشي، هادي يعني الهاتف فيه اهتز ملي نضغطو على النقطه ديال برايل. نون كوشي mettre en majuscule le premier caractère de la phrase case à cocher. هادي عطينا الحرف الاول من الجمله ماجيسكول. Pour cocher non coché début des points braille à droite de l'écran case à cocher. هادي اذا بغينا نقلبوا نقط برايل، ترجع واحد جوج ثلاثه على اليمين واربعه خمسه سته على اليسار. Non coché masquer le clavier lors de la saisie d'une nouvelle ligne dans un champ de texte ligne simple كازي كوشي. هادي يعني في بعض الحقول اللي كيكون ما مسموح باننا نرجعوا للسطر، فقط مسموح بسطر واحد اللي نكتبوا فيه، يعني كيقول لك ملي تعمل سطر جديد هو يخفي لو كلافي. نون كوشي امبيشي لا روتاسيون دو ليكران لور دو لافيشاج دو كلافي كازي كوشي. هادي يعني اننا ملي ندخلوا لوحه المفاتيح ونرجعوا الهاتف افقيا، لوحه المفاتيح تبقى عاديه ما تتقلبش حتى هي. accept
quitter le point après l'arrêt de son survol dans un délai de. هادي فوقاش بغينا فوقاش بغينا التطبيق يعرف اننا بالفعل بغينا ناكدوا ديك النقطه وبغينا بغينا نستعملوها في الحرف ديالنا. Survol. يعني هي عاطينا افتراضيا يعني بمجرد المرور على النقطة، وحنا من الأحسن نخليوها بمجرد المرور على النقطة. طبعا إذا اتبعتوا النمط اللي غادي نوريكم الكتاب، أما إذا اتبعتوا شي نمط آخر فكيبقى لكم الاختيار. Reconnaître les points sélectionnés plus tard. هادي فوقاش يقول يعرف باللي صافي راه سالينا الكتابة ديال الحرف. Après une demi-seconde. هادي يعني بعد نصف ثانية من رفع كل الأصابع. طبعا وهذه الإعادة الضبط، الإعادة جر خطوة للوراء. Paramètres Swift Dry. Dimension du clavier. Son. Paramètres avance. Objets spéciaux. هاد أوبجي سبيسيو أدوات خاصة، هذا يعني واحد القسم باقي قيد التطوير، واخا كنضغطوا عليه يقول لنا يعني هذا التطبيق هذا القسم هذا باقي قيد التطوير ما يمكنلكمش تدخلوا له دابا. وهذا عن التطبيق، يعني كتلقى فيه الاصدار ديال التطبيق وكذلك وصف بسيط على التطبيق، وكذلك الا بغيتي تتواصل مع مطور التطبيق على الفيسبوك او على تويتر. وهذه كذلك الا بغيتي تعمل إعادة ضبط الإعدادات لكل الإعدادات كاملة اللي شفناها دابا كاملة طول البارامتر. رجع خطوة لوراء. طبعا هو التطبيق كيعطينا واحد المكان إذا بغينا نكتبو فيه في التطبيق نيت. سويف دراي. سويف دراي لو كلافي بار ديفو. سويف دراي لو واحد اكتيفي. هادي من بعد اكتيفي وديفينير باغ ديفو بيرسوناليزي ليا الاعدادات. هنا كيقول لك سيزير كيلكو شوز، كاين هنا واحد زون دو موديفيكاسيون. زون دو موديفيكاسيون سيزير كيلكو شوز، هادي غنضغطو عليها دوفو باش يعرض لنا الكلافي. ولاحظوا معايا شنو غادي يقول لنا ملي غادي نضغطو عليه. دو فوا اي مانتينير انفونسي بور ابويي دو مانيير برولونجي. سويف دراي افيش لو كلافيي فرونسي. سويف برايل افيش لو كلافي فرونسي، لان اذا عقلتو فاحنا عملنا افتراضيا هي اللغه الفرنسيه. اولا نبدا لكم بالايماءات، الايماءات اللي كاينه في هذا التطبيق هذا. عفوا، هي الايماءات كانت قديما قبل ما تكون هاد شريطي العمليات، ولكن واخا المطور عمل شريطي العمليات خلى الايماءات، وحنا يمكننا نستعملو اللي بغينا. وطبعا الايماءات خصها تنفذ لواحد المدة طويلة وببطء. علاش؟ لأن كيكون فيها تضارب مع قارئ الشاشة طالك باك، لذا من الأفضل نستخدم شريط العمليات. ولكن مع ذلك غادي نقول لكم شنو الإيماءات اللي كاينة. سحب بإصبعين الأعلى أو الأسفل لتغيير اللغة، السحب بإصبع الأعلى أو الأسفل لتغيير لوحة المفاتيح، لأن احنا عندنا كل لغة فيها عدة لوحة مفاتيح. كاين مثلا في العربية لوحة المفاتيح العربية، لوحة المفاتيح الأرقام، لوحة مفاتيح الرموز الخاصة، لوحة المفاتيح الرموز الرياضية. في اللغة الأجنبية كاين واحد لوحات المفاتيح زايدة اللي هي لوحة المفاتيح يعني ديال لي كاراكتير ماجيسكيل ومينيسكيل. وكاين السحب لليمين باش يخلي مسافة، والسحب لليسار كيمسح لنا اخر حرف كتبناه. دابا نشوفوا الشريط طي العمليات. نبداو بالشريط العلوي اللي كاين مباشره تحت لاباغ ديال النوتيفيكاسيون، نبداو من اليسار لليمين. وطبعا هاد لوحه المفاتيح ما يمكنلكش تمشي بها في السحب، لان الا مشيتي بالسحب غادي يقول لك داكشي اللي كاين تحت لوحه المفاتيح اللي مخفي، لذا خصنا نمشيو بها فيها باللمس. اول شيء على اليسار كاين هو اول حاجه كاينه هي كوبي، وبعد كولي، وبعد منا مسح اخر كلمه. appuyer deux fois pour activer mise à jour compte et je signe type de clavier suivant mise
mise à jour compte et supprimer le texte entier bouton. وهذه مسح كامل للنص وسمحوا لي كنقيس لا باغ دونتيفيكاسيون لان شريط هاد الشريط هذا جا مباشره تحت ديك لا باغ ديال النوتيفيكاسيون. ومن بعد من مسح كامل للنص كاين type de clavier précédent bouton. يعني لوحه مفاتيح السابقه هذه يعني هي الايماء اللي قلت لكم هي ديك السحب الاسفل او الاعلى. type de clavier précédent bouton. type de clavier suivant bouton. هذا كيعطينا لوحه المفاتيح التاليه كما قلت لكم يعني لوحه الارقام والرموز الخاصه والرموز الرياضيه. mise à jour compte et je type changer la langue du clavier bouton. وفي اقصى اليمين كاين شونجي لا لونغ الا ضغطنا عليها غادي يعرض لنا اللغه العربيه لان هي اللي عندنا محدده مع الفرنسيه. والشريط السفلي كاين في اقصى اليسار masquer le clavier bouton. masquer le clavier وكاين كاين حداها nouvelle ligne bouton. nouvelle ligne entrée vocale bouton. entrée vocale هذا هو اللي قلت لكم اذا كانت عندك كونيكسيو او لوفي كتضغط عليه وانت كتهضر والتطبيق هو اللي كيكتب. espace bouton. وهذه الا بغيتي مسافه espace voix pour activer. retour arrière bouton. اقصى اليمين كاين غوتور اغيير اللي مسح حرف وهي اللي كذلك قلت لكم الايماء ديالها. اذا الان بسم الله نمشيو للكتابه نضغطوا مثلا احنا نغيروا اللغه العربيه. changer la langue du clavier bouton. clavier de saisie arabe. هو قلنا كلافيي دو سيزي اغاف اغاب عفوا. دابا نوريكم الطريقه ديال الكتابه او النمط ديال الكتابه اللي انا كنصح به. يعني هاد النمط هذا كيكون باصبع واحد وكنبقاو نوصلو ما بين النقاط. يعني غادي نشرحو تطبيقيا غادي نضغطو باصبع واحد على النقطه واحد اللي جات الفوق في اليسار ونبقاو ضاغطين ما نزولوش الاصبع ديالنا ما نرفعوش الاصبع ديالنا نهبطو في اتجاه النقطه جوج وكذلك نبقاو ضاغطين ونمشيو في اتجاه النقطه خمسة ونرفعو الاصبع ديالنا اذا لاحظتوا قلنا هاء حرف هاء وغير واحد الاشاره فانا ما عرفتش علاش كيقول لي 1 2 5 يعني بالانجليزيه مع العلم انه فاش كنت كنخدم التطبيق كان كيقولوا لي بالعربيه غير اليوم ما عرفت شنو السبب باش كيقولوا لي بالانجليزيه ثم اكيد انه غادي يقولوا لكم بالعربيه. وغير نشير لكم لواحد الاشاره هي ان مثلا ما بين النقطه والنقطه ما كاينش يعني النقطه ما كتبقاش يعني يمكن لك تضغط عليها حتى كتوصل للنقطه الاخرى. لا نقطة كتقتصر فقط على المكان ديالها وما بين اولى وثانيه كاين فارغ وما بين خمسة وستة مثلا كاين فارغ وما بين ثانية وخمسة كاين فارغ يعني ما بين نقطة ونقطة كاين فارغ وكذلك في وسط الشاشة كاين فارغ. اذا بغينا نكتبوا مثلا جوج حرف في جوج نقط متباعدين على بعضياتهم مثلا تاء مربوطة غادي نضغطوا على واحد ونخرجوا لوسط الشاشة لان وسط الشاشة كما قلنا خاوي يعني ما غادي نلمسو حتى نقطة إذا كنا في وسط الشاشة. طبعا هاد الوسط الشاشة هو خاوي باش ننفذو فيه الإيماءات إذا بغينا ننفذو شي إيماء ونبقاو هابطين في وسط الشاشة بالأصبع ديالنا دائما حنا ضاغطين لأن إلا رفعنا غادي يكتب لنا الحرف. نبقاو هابطين في وسط الشاشة فاش نحسو أننا وصلنا لستة نميلو ناحية اليمين ونرفعو الإصبع تاء مربوطة. إذا لاحظتو قلنا تاء مربوطة. اذا هذا هو الشرح ديالنا لهذا التطبيق كنتمنى يكون الشرح افادكم ونكون قدرت نوصل لكم هذا التطبيق هذا او قدرت نوصل لكم الشرح ديال هذا التطبيق هذا وفهمتوني. وشكرا لكل ما استمع لهذا الشرح والى اللقاء. وطبعا الرابط ديال التطبيق غادي تلقاوه في اسفل الفيديو.